السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. هل صحيح ما يقال أن كمية الغذاء الملكي ينتج ملكات ذات حجم كبير؟ فما صحة هذا الكلام؟ موضوع مهم جداً. هناك كثير من الإخوة النحالين يتحدثون حول الغذاء المزدوج. فما هو الغذاء المزدوج؟ محاضرة قيمة للأستاذ محمد الجراح حول كيف نحصل على ملكات كبيرة الحجم ومميزة بالصفات المحسنة، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أعضاء هذه المجموعة الطيبة، أسعد الله أوقاتكم كل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. أستاذنا الفاضل حسن حسين، بارك الله فيك على هذا الجهد الطيب وقدمته تجاه النحالين، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم ولكم الأجر والثواب عن ذلك إن شاء الله. أستاذ الكريم، وموضوع كبر الحجم وصغر الحجم، ونعم له علاقة بالتغذية والتحضين، الظروف الجوية، طبيعة السلالة، نوع السلالة، هذه كلها تؤثر في كبر وحجم الملكة. أيضا الغذاء الملكي، إذا تغذت على الغدة الفلانية شيء وإذا تغذت على الغدة الفلانية شيء، هذا لا نختلف فيه، ولكن فوائد أن تكون الملكة اختيرت من بيضة عندما فقست وغذيت على غذاء ملكي من الغدد الفكية والبلعومية والشفهية وأخذت الجرعة الكافية من الغذاء الملكي، هذا يزيد أو ينمي موضوع فروع المبايض، فكلما تفرعت المبايض في الملكة الأيمن والأيسر، نعلم جميعا بأن الملكة لها المبيض الأيمن والمبيض الأيسر، فإذا كانت هذه الفروع جيدة وعديدة وأخذت الكمية الكافية من الحياة من المنوية عندما تم تلقيحها، تكون هذه الملكة جيدة، هذا في حال كانت أصلا السلالة منتخب. أما إذا كانت السلالة رديئة فمهما تعددت الفروع ومهما أخذت من الغذاء الملكي فإنها ستكون سيئة لا شك في ذلك. من خلال تجربتي سيد الفاضل، عندما يتم تربية الملكات، لو قمنا بضرب مثال على النحل العالمي حتى يكون مفهوم للجميع، بأن السلالة الإيطالية تمتاز بصغر الحجم، والسلالة الكرنيولية تمتاز بكبر الحجم، أو القوقازية، أو النحل الروسي اللي هو الذي ينتمي إلى النحل الأسود. فلو قمنا بتربية ملكة في الأصل هي تمتاز في صغر الحجم، لن يفيد نقلها سواء كيرقة أو كبيضة أو إعطائها غذاء ملكي إضافي، لن يؤثر شيء في حجمها، لأن السلالة والعرق والدساسة، السلالة هي التي تحدد كبر أو حجم الملكة. بخصوص كبر الحجم، ربما عندما تلتقي الهجائن، مثال على ذلك عندما يلتقي الكرنيولي مع الإيطالي، وأقصد هنا الإيطالي الأصيل اللوجستيكا والكرنيولي الأصيل كما يتحدث الإخوان في العلامات التجارية اللي هو الزيرو، عندما تلتقي هذه الملكة مع هذه الذكور وتكون أصيلة، سيعطينا الهجين يأخذ من هذه من صفات هذه ومن هذه الصفات،
سيكون هذا الهجين أكبر من النحل الإيطالي وأصغر بقليل من النحل الكرنيولي أو القوقازي أو الروسي. هذه الصفات التي اكتشفت من نتيجة عملية التلقيح. أما بخصوص الحجم والغذاء الملكي، هو يساعد في عملية تفرع المبايض، القنوات، تعددها، تعدد القنوات في المبيضين الأيمن والأيسر. أما موضوع أنها أخذت جرعة زائدة أو أخذت، هو يفترض أنها تأخذ الغذاء الملكي المخصص لها في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، وهكذا. بعض الأخوان قام بطرح سؤال بأنه ماذا لو قمنا بوضع يرقة وأعطيناها غذاء ملكي جاهز لهذه اليرقة حتى تكون نسبة الغذاء الملكي أكبر؟ هذا لا يجوز، غير صحيح. الأفضل أن تأخذ الغذاء الملكي الذي خصص لها دون نقلها من هنا أو هناك. هذا رأيي الشخصي، وبارك الله فيك أستاذنا الغالي. أضيف إلى ما سبق أستاذنا الغالي حسن حسين، بأن أربي ملكات وبحمد الله بفضله، وربما شاهدت بعض النتائج تضاهي السلالات العالمية، لا بل أفضل من السلالات العالمية من حيث الحجم ومن حيث الثبات والهدوء والجمع ومن كل الصفات. يعني لو قلنا بقياسها مع سلالات عالمية أخرى التي تتباهى بها البلدان، من ناحية الهدوء هذه أهدى، من ناحية مقاومة الأمراض هذه أفضل، من ناحية تحمل الظروف هذه أقوى، من ناحية تحمل الأمراض هذه أقوى وأفضل، من ناحية الجني هذه أحسن، من ناحية سرعة البناء والاستجابة والكثافة وإلى آخره، تبقى هذه أفضل. وعملت على عدة سلالات والحمد لله وصلت إلى شيء راضي عنه، هذا بفضل من الله. وعرضت هذه النتائج على لجروبات، ومنها هو موجود على اليوتيوب. فلم أقم بنقل يرقة من إلى، ولكن هناك بعض الخفايا عملت عليها ونجحت، نجحت وبفضل الله وبحمده. لم أقم بنقل يرقة من مكان إلى مكان، ولم أقم بوضع غذاء ملكي أو ما شابه ذلك، لا بل تم متابعة الخلايا أولا بأول، تم انتخابها فصل بعد فصل، موسم بعد موسم، سنة بعد سنة، حتى استتب وضع السلالة وأصبحت هناك الجيدة وهناك الأفضل والأفضل. فتم الانتخاب على أعلى شيء وهو الأفضل، وأصبحت السلالة كلما قمت بتلقيحها مرة أخرى وانتخابها كانت أفضل، الجيل الذي يلي الجيل الذي يأتي أفضل من سابقه. هذا نتيجة التقاطعات و الفنيات التي عملنا عليها. أما بخصوص أنه هذه ملكة كبيرة الحجم وهذه ملكة صغيرة الحجم، هذه في الأصل تعود إلى السلالة ذاتها. يعني لو قمنا بإحضار، معروف النحل اليمني بأنه صغير الحجم، لو قمنا بإعطائه مهما قمنا بإعطائه من جرعات الغذاء الملكي لن يزيد هذا الحجم أبدا، الحجم ثابت. ربما عندما يتم تهجينها ستكتسب صفات جيدة أخرى ويزيد في الحجم، ولكن الغذاء الملكي لا جدال عليه، لأن عندما تأخذ الغذاء الملكي من الغدد سيكون هناك تفرعات المبايض في الأيمن والأيسر، ستكون القنوات جيدة وربما تصل إلى أقصى حد في التفرعات، وهذا سيزيد من المخزون الحيوي المنوي في حال تم تلقيحها بشكل طبيعي ومن ذكور جيدة وقوية. هذا ما لدي أستاذ الفاضل، وبارك الله فيك وجزاك الله كل الخير.